بعد 28 عاما من الإغلاق والغبار المتكدس في أرجائه، يعود مسرح سينما أمبير، أحد أقدم المسارح السينمائية اللبنانية، ليفتتح أبوابه من جديد ويتيح للجمهور الدخول المجاني للسينما والمسرح في ثاني أكبر مدينة في لبنان، ألا وهي طرابلس الفيحاء. فتنا على السينما لقيناها غابرة كتير، لقيناها بقلبها ركام كتير، ولقيناها معتمة كتير، وشوي شوي زدنا الضوء. المتطوعين بلشوا بعدد كتير قليل، وصلنا هلأ عن جد عملنا عائلة، وأنا كتير بعتز بها عائلة. 25 متطوعاً من كل أرجاء لبنان عملوا على مدى 8 أشهر في تجديد سينما أمبير وإعادة إحيائها بتعاون بين جمعية تايرو للفنون ومسرح إسطنبولي وتمويل من منظمات دولية، كما جددوا 3 قاعات سينمائية أخرى منها سينما ريفولي في مدينة سور جنوبي لبنان. يأتي كل هذا بهدف إحياء المشهد الثقافي وإتاحة منصات فنية مستقلة يرتادها الجميع. هيدي السينما هلا بطرابلس هي أقدم سينما فاتحة بتاريخ لبنان، فهيدي أهميتها، وأهميتها أنها مفتوحة للناس، والأهمية أنها عم تعمل لقاء بين الشمال والجنوب. يوجد في مدينة طرابلس اللبنانية أكثر من 35 صالة سينما، لذلك كانت تعد عاصمة السينما اللبنانية، وصالة أمبير السينمائية تعتبر ثاني صالة سينمائية تم بناؤها في مدينة طرابلس، وجمعت الكثير من ذكريات اللبنانيين فيها.